أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم من تكملة سلسلة التقارير السنوية أو سلسلة تعبئة المعايير التخصص، معايير التخصصية العشر علامات، العشر نقاط. اليوم راح يكون درسنا عن مادة الثقافة المالية. هنا بقى الجزء الخامس بقى المعايير التخصصية العشر علامات من 16 إلى 25. هذه النقاط أنا طابعهم كلياتهم العشر علامات، انتبهوا إلها وطلعوا عليها لحتى تكتبوا مثلها. سواء كنت انت معلم مادة الثقافة المالية لهاي النقاط العشرة، كل معلم تخصصه بده يكتب العشر نقاط، ما تكتب لي ثلاثة أو أربعة أو ستة وتستثني باقي النقاط، لأنه إذا كتبت مثلا من 16 لغاية 23 واستثنيت هدول راحن عليك علامتين. لا، اكتبهم كاملين العشر نقاط واضحة. بتخش على موقع الوزارة، بتفتح صفحة التقرير، بتعبيها طباعة أو تسحب النموذج التقرير بتكتبه بخط اليد، هذا إشي بعود إليك. مرحلة المراجعة الأولى ومرحلة المراجعة الثانية أنا طابع بشكل موجز كلمات أو كلمة، بدك تعدل هون تعدل هون إشي بعود إليك، ما عندنا مشكلة. هلا هون تكتب الثقافة المالية، هون اتركها هاي لمدير المدرسة، بحط العلامة من خمسة من أربعة من ثلاث أو كذا. هون التقسيم، هون مجموعهم، هاي اللي هون مجموعهم بقسمها على خمسة، الناتج بكتبه هون. مدير المدرسة بيحضر الحصة عندك، بكتب اسمه هون، تاريخ الزيارة والصف أو الشعب اللي حضر فيها الحصة، المبحث نفسه الثقافة المالية هون وتوقيعه. مشرف تربوي ما اجاش، ما حضرش عندك حصة، عادي، نفس المدير المدرسة هو نفس القائد، هو المدير وهو المقيم، بكتب اسمه مرتين المدير المدرسة هون وهون، بكتب تاريخ الزيارة مرتين والصف او الشعب اللي حضرها مرتين هون وهون، المبحث ثقافة مالية ثقافة مالية، توقيع المدير هون وتوقيع مدير المدرسة هون، توقيع مدير المدرسة توقيع مدير المدرسة. الجميع اللي بيحب يتابع صفحتي اسمها المعلم بلا راح دخل على هاي الصفحة راح يلاقي كل إشي بتعلق بالتقارير السنوية، التقارير السنوية القديمة والتقارير السنوية الجديدة. أنا عم بنشر المعايير التخصصية للتقارير السنوية الجديدة، نشرتها العام وهاي السنة العام بكمل عليها لحتى تعمل فائدة للكل. ويا ريت الكل اللي بيحب يتابع صفحتي، اللي بيحب يتابع صفحتي يعمل مشاركة ولايك ويبلغ الكل يتابع صفحتي حتى لا يستصعب عليه اي اشي، واي سؤال راح يلاقي كما ما يسأل راح يلاقي موجود تسجيل فيديو. هذه صفحتي اسمها المعلم، اشكر متابعتكم ويا ريت الكل يتابع كل اشي جديد لانه الكل بتمنى توصل المعلومة. شكرا لكم.